الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قال المصنف ابن أجروم في علوم العربية في النحو في إن وأخواتها قال وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك ومعنى إن وأن التوكيد ولكن للاستدراك وكأن للتشبيه وليت للتمني ولعل للترجي والتوقع. تكلم الشيخ بعد هذا عن الحروف الناسخة للمبتدا والخبر وهي إن وأخواتها وكلها حروف ولها معاني فإن وأن للتوكيد وكأن للتشبيه. مثال إن قول الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إنا أعطيناك الكوثر. ومثال أن نقول عمل إن الأول يا مولانا. نعم عمل إن أولا أبا قلنا إن إن وأن للتوكيد عمل إن أنا فاهم إن وأن للتوكيد وقلت كأن للتشبيه تقول كأن هندا بدر ولكن للاستدراك تقول محمد كريم لكن أخاه مصلح مثلا وليت للتمني كما قال الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما ولعل للترجي. والتمني هو يكون في الأمر المستحيل أو الأمر الممكن بعيد الوقوع ويكون للإشفاق. بالنسبة لعل تكون للإشفاق وذلك في الأمر غير المحبوب لعل العدو قادم وتكون للترجي لعل الله يكرمنا. وأحب أن أنبه على شيء وهو أن هذه الحروف تدخل على المبتدا والخبر فتنصب المبتدا ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها. تقول إن محمدا قائم فإن حرف توكيد ونصب ومحمدا اسمها منصوب بالفتحة وقائم خبرها مرفوع بالضمة وهكذا. كما أحب أن أشير إلى شيء مهم وهو أن هذه الحروف لا يصح أن يتقدم خبرها على اسمها إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا
كما قال تعالى إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب. عبرة، عبرة اسم إن مؤخر، وفي ذلك جار ومجرور، خبر إن مقدم. وتقول إن عندنا، إن عندنا زيدا، فزيد هنا بالنصب اسم إن مؤخر، وعندنا خبر إن مقدم. والخلاصة أن خبر إن لا يصح أن يتقدم على اسمها إلا إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا. كما أحب أن أنبه إلى أن إن وإلى أن إن وأخواتها كلها حروف وكلها بعكس كان، فتنصب الاسم وترفع الخبر، وأما كان فترفع الاسم وتنصب الخبر، والله أعلم. ثم تحدث بعد ذلك المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر الناسخ الأول كان وأخواتها، وإن بعد أن ذكر الناسخ كان الأول كان وأخواتها، وإن وأخواتها، جاء إلى الناسخ الثالث وهو ظننت وأخواتها. أيوة لا يفتح عليك. نعم. فقال أيوة. وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر أيوة. على أنهما مفعولان لها. نعم. وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول ظننت زيدا قائما. وقفة صغيرة، يعني بدأ الشيخ يتكلم على ظن وأخواتها، ويلاحظ أن ظن وأخواتها كلها أفعال، وهذه الأفعال إن دخلت على المبتدأ والخبر فإنها تنصب المبتدأ ويسمى مفعولا أول، وتنصب الخبر ويسمى مفعولا ثانيا. وهذه الأفعال هي واحد، اتفضل. واحد ظن، ظننت ظن. نأتي بمثال، من يأتي بمثال؟ تقول ظننت محمدا قائما. عظيم جدا. ظننت السعر رخيصا، فالسعر مفعول أول منصوب بالفتحة. نعم. ورخيصا مفعول ثاني منصوب بالفتحة الثاني. حسبت، حسبت. تقول هات مثال. حسبت المال نافعا، حسبت المال نافعا، فالمال مفعول أول ونافعا مفعول ثاني، والأصل المال نافع، هما مبتدأ وخبر. الثالث خلت، خلت. تقول خلت الحديقة مثمرة. الله. خلت الحديقة مثمرة، والأصل الحديقة مثمرة. وأنت ترى أن هذا الفعل لما دخل على المبتدأ والخبر جعل المبتدأ مفعولا أول وجعل الخبر مفعولا ثانيا. ثانية. الرابع زعمت، 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 زعمت. نعم. كما قال القائل زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا. نعم. زعمتني شيخا، أين المفعول الأول في زعمتني؟ زعمتني شيخا، ال- 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 الياء. الله يفتح عليك. الياء. نعم. الياء مفعول أول، وشيخا مفعول ثاني. تفضل. والخامس رأيت، رأيت. كما قال الشاعر رأيت الله أكبر، رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأعظمهم جنودا. نعم. رأيت الله أكبر كل شيء، فأين المفعول الأول؟ الله. هو لفظ الجلالة. الله. وأين المفعول الثاني؟ أكبر، أكبر. نعم. تفضل. والسادس علمت، علمت. من يأتي بمثال؟ نقول
علمت الصدق منجيا. الله، علمت الصدق منجيا، والأصل الصدق منجي. فهنا دخلت علم على المبتدا والخبر، فنصبت المبتدا على أنه مفعول أول، ونصبت الخبر على أنه مفعول ثاني. نعم. السابع وجدت. من يأتي بمثال؟ وجدت المال في البيت. وجدت المال في البيت. وجدت الصلاح باب الخير. وممكن وجدت المال في البيت تمشي صح، على إن إيه المال مفعول وفي البيت في حكم المفعول الثاني. وجدت المال كائنا في البيت. كائنا في البيت. وجدت الصلاح نافعا. لكن أحب أن أشير إلى شيء. نعم. إن كانت وجد بمعنى صادف فإنها تنصب مفعولا واحدا. نعم. تقول وجدت الضالة. الضالة هي الأشياء التي تفقد من الإنسان. اللقيط يكون في الإنسان. والضالة الأشياء التي تفقد من الإنسان كالمال أو الحيوان. نعم. ولذلك من الأشياء الجميلة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الغنم، هل يأخذها الإنسان ولا يتركها في الصحارى؟ فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني خذها وحافظ عليها لصاحبها. ثم سئل عن ضالة الإبل، فقال للسائل ما لك ولها، معها حذاؤها وعليها سقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر. مفهوم هذا؟ نعم. التاسع تفضل. الثامن اتخذت. نعم. الإيمان سلاح. عظيم جدا، صح. نعم. اتخذ الله إبراهيم خليلا. واضح. نعم. هذا؟ نعم. نعم. مولانا، طب الفعل الماضي اتخذ. نعم. يفيد التحويل والتصير. الله يفتح عليك. صح. ممكن تقول اتخذت الطين إبريقا، يعني حولته من إيه؟ من طين إلى إبريق، والإبريق هو الذي يشرب فيه، وهو ما له خرطوم وعروة. نعم. اتخذت من الخشب منبر. الله يفتح. وهكذا حولته. نعم. تفضل. والتاسع جعلت. من يأتي بمثال؟ جعلت الخشب مكتبا. جعلت الخشب مكتبا. أيوة، الله يفتح عليك. جميل. واضح هذا؟ نعم. نعم. والعاشر سمعت. أيوة. من يأتي بمثال؟ سمعت درسا مفيدا. الله يفتح عليك. صح. وبعضهم قال سمع تنصب مفعول واحد، كما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. نعم. فجملة يقول إما في حكم المفعول الثاني، وإما أن تكون حالية. نعم. حال كونه يقول. نعم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في النبيين، وصلي عليه في المرسلين، وصلي عليه في الأولين والآخرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الله الله على الأزهر. الله 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 أكبر. أم الدنيا كمن واكتر. لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين. يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين، ودي ما فيها مخلصين. يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء. أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين. إن شاء الله إن شاء الله.